حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ولقاء جديد من برنامج عين على الجامعه. طبعا كما عودناكم في برنامجنا على انه نتواجد داخل جامعه الموصل لنوثق لكم اخر الاخبار والمستجدات داخل الحرم الجامعي ونسلط الضوء على كليه علوم الحياه. اهلا بكم. عرفنا بنفسك. اهلا بكم ونرحب بالموصليه بالبدايه جميع مشاهدينا الاعزاء. الدكتور صالح الروية استاذ في كليه العلوم قسم علوم الحياه اختصاص الكيمياء العضويه. اهلا وسهلا بك. دكتور بالبدايه تكلمنا نبذه بسيطه عن هذه المحاضره اللي القيتها للطلبه حاليا. بنقدم محاضره بعنوان الكيمياء العضويه لمرحله الصف الاول لعلوم الحياه. عنوان المحاضره المركبات العضوية، كيف يتم رسمها على الورقة وكيف يتم التعامل مع أشكال المركبات من خلال نظريات معروفة في الكيمياء العضوية. نعم، أنت إيش شفت يعني استقبال الطلبة لهذه المحاضرة اللي القتهم هي؟ يعني استقبالهم جيد، وطلابنا من الطلاب الشطار ومعدلاتهم عالية وجو باندفاع عالي، إن شاء الله درجاتهم كلش جيدة.
نعم، باعتبارهم هي مرحلة أولى يعني، فلازم تكون هاي أساسيات عليك إنه تنطيهم معلومات بسيطة كبداية المرحلة، كبداية النموذج أو المادة مالتهم. بالتأكيد يعني لازم تكون محاضرات أساسية، ولازم نركز على المعلومات الأساسية حتى تبقى بذهن الطالب وتخدمه في المستقبل. نعم، كل تدريسي له طريقة خاصة في التدريس، أنت كتدريس طريقتك في التدريس كيفية؟ يعني طريقتي لازم أكون محاور مع الطلبة حتى أشد الهمم مع المحاضرة وأشد الطالب نحو المحاضرة حتى يكون إيصال المعلومة بشكل جيد. نعم. ونتفاعل مع الطلبة دائما من خلال النقاش والأسئلة وطرح المواضيع والتركيز على النقاط المهمة في الموضوع. أكيد يعني من خلال التدريس إلا تأخذ أمثلة، يعني ما طول الأمثلة موجودي هذا الشيخ حيرسخ معلومات ببال الطالب إنه هاي المثال يظل يتذكره طول الفترة الدراسية. بالتأكيد يعني بعض الأحيان تكون الأمثلة من واقع الحياة حتى تكون قريبة إلى ذهن الطالب ولا فهم الطالب. ما تواجهون صعوبة بالمنهج يعني أو الصعوبات اللي صادفوها باعتبارهم هي كمرحلة أولى؟ والله يعني دائما احنا عندنا صعوبات، لكن ان شاء الله دائما نذلل الصعوبات امام الطلبه. اكيد يعني ما طول انتم حضراتكم متواجدين مع الطلبه، يعني اكيد حتى لو اكو صعوبات يعني انتم تتفادون هاي الصعوبات في سبيل انه تنتهي السنه الدراسيه بتفوق ونجاح ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد ان شاء الله. دكتور، رساله اخيره انت تقدمها للطلبه او نصيحه تقدمها لهم؟ والله نصيحتي للطلبه ان يدرسون ويهتمون بالعلم، وما يدرسون من اجل الدرجات فقط وانما من اجل العلم حتى يساهمون ببناء بلدنا العزيز. بدي اعرف بنفسك والقسم اللي تدرس به حاليا والمرحله. اهلا وسهلا بكم. طبعا بالبدايه رحب قناه الموصليه في بناء قسم علوم الحياه كليه العلوم قاسم محمد علي قسم علوم الحياه مرحله اولى. اهلا وسهلا بك. نعم. بالبدايه تكلمنا، ايش استفاديت من هاي المحاضره اللي قدمكم هي الدكتور؟ طبعا اليوم كان عندنا محاضره للدكتور صالح الكيمياء العضويه في الأواصر الكيميائية والتنافر والنظريات التنافر في الأواصر الكيميائية. نعم. طبعا للأمانة الدكتور صالح من أكثر الأساتذة التدريسيين أو الدكاترة اللي موجودين في القسم، استفدنا كثير صراحة خصوصا في مجال الكيمياء العضوية. نعم. في بداية الكورس الثاني. نعم، من خلال شرحكم لهذه المواد يعني ما تلاقين صعوبات بها؟ لا ماكو أي صعوبات، خصوصا يعني هذه الصعوبات إذا كانت موجودة فهي تتذلل من الدكاترة والأساتذة اللي موجودين، متعاونين جدا وأكفاء، وفي صار لهم يعني سنوات في هذا المجال التدريسي وماكو إن شاء الله صعوبة. نعم، من خلال حوارنا أنا والدكتور يعني تكلمنا على طريقة شرحه للمواد أو طريقته في التدريس، يعني يطرح الأمثلة حتى يوصلكم معلومات صح، يعني أنتم طريقته في التدريس شلون رأيكم بيها؟ بالتأكيد هو كل أستاذ له طريقة خاصة يتبعها. صح. لإيصال المعلومات ممكن يعني أو هو اللي يحددها على ضوء استقبال الطلبة واستيعابهم لهذه المعلومات. طبعا لحد الآن الحمد لله فيما يتعلق بطريقة التدريس أو طرح الأمثلة أو التوضيح ما واجهتنا أي مشكلة الحمد لله لحد الآن. والصعوبات اللي تمرون بها خلال السنة الدراسية؟ طبعا الصعوبات حاليا فيما يتعلق بقسم علوم الحياة صعوباتنا بصراحة في الجانب العملي، ما عندنا المستلزمات اللي تدعم الجانب العملي في القسم، خصوصا يعني احنا في قسم علوم الحياة ممكن يكون قسم مهني او عملي 50% منه قسم عملي. طبعا في المختبرات الادوات عندنا ما متوفرة او متوفرة بنسب بسيطة، يعني الجانب العملي عندنا ما مفعل بنسبة كبيرة. نعم، يعني هذا الشيء ما شوي يقلل من المعلومات اللي تاخذوها باعتبار انه العمل يتصادفكم صعوبات بها؟ والله هو ممكن ان ياثر، طبعا هو جانب العملي جانب مهم خصوصا في هذا القسم، يعني له اولويه كبيره انه في خصوصا في اختصاصنا احنا كقسم علوم الحياه، يعني نحتاج بصراحه نحتاج وبشكل كبير للمختبرات ومستلزمات المختبرات، المواد الخاصه بالمواد الكيميائيه المواد الاوليه اللي نستخدمها في المختبرات. نعم. هذه كلها معدومة حاليا عندنا بالقسم أو متوفرة ولكن بإمكانيات بسيطة بتعاون الأساتذة طبعا يوفروها ولكن بصعوبة كبيرة. أكيد مهما كانت الصعوبات اللي تمرون بها أكيد بفضل التدريسيين الموجودين معاكم في سبيل أنه تعبون هاي الأزمات اللي عتصير معاكم إن شاء الله. بالتأكيد طبعا ما مقصرين، وكل الشكر لهم وشكر السيد العميد عميد كلية العلوم والسيد رئيس القسم، يعني لحد الآن
ما واجهنا أي شيء بالتعاون وياهم طبعاً وبتوصياتهم وتوجيهاتهم. صحيح، في سياق ثاني نتكلم، هذا القسم كان من اختيارك لو لا؟ نعم، أنا جيت طبعاً خلصت مرحلة السادسة الإعدادي، شفت أنه ما راح أنقبل في هذا القسم، فأجلت سنة كاملة وقدمت الحمد لله. يعني كانت من البداية رغبتك أنه تأخذ هذا القسم كحلم يعني إلك؟ طبعاً هو كان رغبتي من البداية، وخصوصاً يعني كنت في السادسة الإعدادي متفوق جداً في مجال الأحياء وعلوم الحياة. أكيد وصولك لهذه المرحلة لك، وكان أكو شخص يدعمك، من الشخص اللي يدعمك لحد ما وصلت لهذه المرحلة؟ هو بصراحة بالدرجة الأولى من يكون يعني التفوق موجود والاجتهاد موجود، الأهل بالدرجة الأولى، الأب والأم والجو الأسري العائلي له تأثير كبير. صحيح. وإضافة إلى هذا طبعاً أساتذتنا اللي في مدارسنا وتشجعهم وتواصل لنا طبعاً، ولحد الآن إحنا على تواصل وياهم وشجعونا أنه نستمر وما نترك مجال الدراسة لأن جانب مهم. بدي عرفنا بنفسك والقسم اللي بتدرس به حاليا ومرحلة. طالب بندر ابراهيم عارف الشمري، كلية علوم قسم علوم الحياة المرحلة الأولى. أهلا وسهلا بك. بالبداية تكلمنا هذه المحاضرة اللي قدمك يا دكتور، ايش استفاديت من عندها؟ والله المحاضرة كانت شاملة ومدخل للكيمياء العضوية. ما تعرفون الكيمياء العضوية هي الشيء النابض بالحياة حاليا، الحياة الحالية. أي شيء كيمياء عضوية، هذا كيمياء عضوية الكامل، أي شيء في الحياة حاليا يدخل من ضمن هذا العلم الواسع والبحر. نعم. فمشكور الأستاذ أنه ينورنا وينطينا من هالمعلومات الطيبة، جزا الله خير. نعم، الصعوبات اللي تمرون بها من خلال التدريس أو من خلال السنة الدراسية؟ والله الصعوبات تعتبر قليلة نوعاً ما نتيجة الإعمار اللي قاعد يحصل حالياً والمساعدات الكوادر التدريسية، مشكورين ما قصروا معنا من ناحية محاضرات، من ناحية الالتزام بالأوقات، مساعدات خارج المحاضرة، مساعدات بالابحاث او هكذا امور. نعم. والحمد لله ماشي الامور. اكيد. يعني دكتور طريقه في التدريس اشاني رايكم بها؟ والله طريقه الدكتور صالح يشكر عليها انه جذابه وسلسه، يخلي تفاعل بالمحاضره، مصادر متنوعه، يعني المصادر التعليميه انه ينوع بالمصادر مثلا، وذكر انه يضيف الامثله على المحاضره مالته. نعم مصادر خارجيه مثلا يجيبنا اشياء من الحياة واقعية نشوفها نتعرف عليها، بالإضافة إلى الملازم الموجودة بالاستنساخ الملون. أكيد. ذكرنا زميلكم أنه عندكم صعوبات مرون بها من خلال العملي، هذا الشيء شن تدبر أموركم بها؟ نعم بالنسبة للعملي كون مختبرات وأجهزة كما هو متعارف وقسمنا يشهد عملية إعادة إعمار. نعم. فنعاني بعض الصعوبات في الغرف المخصصة للاختبارات، الأجهزة أغلبها تقريباً مو متوفر، بعض الأجهزة نحتاجها. نعم. التجهيزات المختبرية كأجهزة إجراء التجارب، أجهزة السلامة، يعني نحتاج تقريباً نسبة 60% إلى 70%. يعني رغم هذه الصعوبات اللي عتصير معاكم بس عتصلكم بمعلومات صح بفضل طريقة التدريسيين في شرح المواد؟ إيه الحمد لله التبادل المشترك بين الطلاب والتدريسين. أكو تعب على الطرفين لأن الظرف يتحتم منه شوية، تجهيزات قليلة من ناحية المكان، الأدوات المستخدمة لإيصال الفكرة، ولكن أكو تعب على الطرفين والحمد لله نسعى كلنا لإنجاح العملية التعليمية. صح إن شاء الله. في سياقنا نتكلم، هذا القسم كان من اختيارك ولا؟ والله اختيار ثانوي كان، لم يكن، كنا طامحين للمجموعة الطبية لأن دفعتنا ما شاء الله دفعة عودة الأمل نقدر نسميها، لأن أغلب الطلاب معدلاتهم فوق 90، وهذا قسم طبي والحمد لله على. يعني هذا القسم بعد ما تعايشت معانا، يعني رغم يعني كل سنواتك موجود داخل هذا القسم، يعني ما حبيت هذا القسم اكثر من القسم اللي كنت تختاره؟ بالعكس، والله بالعكس، انطاني القسم نظره ايجابيه لانه عوضني اشياء انا كنت محتاجها، من ناحيه انه قسم بي قسم طبي الى قسم مهني وقسم حياتي، فالحمد لله على هذا النصيب، وان شاء الله نتوفق بالمرحله احنا وجميع زملاء الطلاب. Thank you.
البداية نتعرف حضرتك وقسم فلسطين بينه مرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رحاب عبد الله سعيد، كلية تمريض مرحلة ثالثة. أهلا وسهلا بك. بالبداية تكلمينا شلون تشوفين جامعة الموصل؟ والله ما شاء الله أشوفها يعني كل أخوات جامعة وتدريسين مالته يعني مستواهم عالي، تدريسهم كلش زين، يعني يوصلون الفكرة، يحاولون قدر الإمكان يكونون بمستوى فهم الطالب، يوصلون الأفكار. طبعاً إحنا كلية تمريض نحتاج إنه مختبرات، مستشفى، دوام، فصراحة موفرين كل شيء بالمختبر، والحمد لله دوام مستشفى هم وفرونا. ما تلقون صعوبات يعني بالكلية مالتكم أو نواقص موجودة داخل الكلية؟ لا الحمد لله موفرين يعني من ناحية كليتنا إحنا ما ناقصنا أي شيء الحمد لله. الحمد لله يا ربي. زين نتكلم من ناحية البناية من الكلية مالتكم، أشهر البناية مالتها تعرض جراء العمليات العسكرية للدمار بعض منها؟ بالبداية صراحة عانينا إنه نقص بعدد القاعات، فبعدين يعني لا بعد ما حاولوا بيها ورجعوها كملوها هسه الحمد لله ما يعني عملوا حملة إعمار للبنية مالتكم؟ حملة إعمار شاركوا بيها الأساتذة الطلاب والحمد لله هسه يعني رجعت الكلية مثل قبل. الحمد لله يا ربي. زين أنت باعتبارك مرحلة ثالثة يعني تشوفين إنه أكو اختلاف هاي السنة عن السنة اللي راحت؟ والله الحمد لله أحكي عن نفسي أنا كثير أسهل من العام. أول شيء يعني إنه قلة المواد، وثاني شيء يعني انه اللي يدرس اكيد يوم بيوم واكيد راح، والاساتذه هم يساعدونا يعني انه المحاضرات ما يكثفون علينا. صح. يعني محاضره باليوم 10:30 11 هذا اغلب شيء واحنا نخلص. نعم. تدرسين شلون معاكم؟ الحمد لله زيني ما نشكي من اي، يعني انا احكي عن نفسي كم طالب التمريض ما اشكي مع الحمد لله يا ربي. زين الدوام بعد العطله شلون كان لكم؟ والله الدوام يعني متعب بصراحه، لان 3 أسابيع عطله وراها دوام ومحاضرات يعني شوية ناقضة هاي الصعوبة. أكيد الدوام صباحي يعني هذا الشيء ما متعلمين علينا يعني عطلة يعني وبعدها دوام والمحاضرة 8:30 مستحيل إنه فوت وراها يعني هاي. زين إذا تأخرتم على المحاضرات يعني تقريبا ربع ساعة وهاي الأمور بس يعني هم يقبلون نفوت يعني عادي تدرسين يقدرون الظروف اللي عتمرون بيها؟ إيه الحمد لله يقدرون هذا الشيء، لأنه أكو شيء يجون يعني ذاك جان مواصلات إنه ازدحام الطريق فأكيد من المحافظات هم أكو شمال كل بالأقسام. أنت من الموصل حضرتك؟ أكيد يعني ما تلقين صعوبات متجين من البيت الجامعة الموصل يعني على الازدحامات وهاي الأمور أمام الجامعة؟ والله مرات يعني إنه أجي الطريق ازدحام بس يعني أقول للتدريس إنه ازدحام الطريق ما بإيدي هذا الشيء فيعذرني ويدخلني المحاضرة. أكيد يعني هو هذا الشيء الحلو إنه التدريسين متفاهمين الطلبة يعني يعرفون إنه هذا الشيء ما بإيدهم إنه الازدحامات وهاي الأمور، فهذا الشيء حلو إنه نقطة يعني فهم بين الطالب والتدريسين. إحنا والتدريسين الحمد لله ما عندنا أي مشكلة. إيش تقترحين لجامعة الموصل مثلا للإعمار أو النظافة بجامعة الموصل؟ والله يا ريت إنه النظافة من ناحية إنه يعني كمستوى التعليم شوية يكون يعني فوق مستوانا، يعني إنه فد مرة كثيف يكون علينا، لو شوية يحددون أشياء قليلة علينا يكون أحسن لنا. أهلا وسهلا بك. بداية عارفين بحضرتك وقسم تدرسين بيني مرحلة. طبعاً أول شيء تشرفت بحضوركم هنا للجامعة. اسمي آية عثمان محمد هاشم، المرحلة الثانية، كلية الإدارة واقتصاد، قسم إدارة المؤسسات السياحية والفندقية. أهلا وسهلا بك. بالبداية تكلمنا شلون تشوفين جامعة الموصل؟ والله هي جامعة طيبة يعني بوجود التدريسين والمدرسين والطالبات والطلاب، يعني حاليا هسه الجامعة كلش طيبة وخاصة بهاي الأجواء اللي نشوفها، فجاء فصل الربيع وجاء فصل الصيف فنشوفها كلش طيبة الحمد لله. زين نتكلم على الدوام الرسمي بعد العطلة شلون كان لكم؟ والله هسه الدوام حاليا شوية أقل من بداية السنة طبعا، لأن بداية السنة كان شوية عندنا هواية يعني هواية صعوبات نلاقي، بس لا الحمد لله هسه شوية أحسن وخففوا علينا المحاضرات. من هاي الصعوبات اللي صادفتكم وشنو هي؟ يعني لحد الآن موجودة هاي الصعوبات اللي تمرون بها؟ لا الحمد لله هسه بعد نص السنة خففوا علينا المحاضرات كلش، قبل كانت المحاضرات لساعة واحدة ونص تنتهي، هسه حاليا الساعة 12:30 احنا نهينا المحاضرات. اكيد دوامكم بعد العطلة وعطلة ودوامكم صباحي، ايش تلاقون هذا الشيء؟ يعني اكيد تعلمتم انه موجودين بالبيت وبعد دوام صباحي. اي طبعا صار هذا الشيء. الحمد لله يا ربي. زين نتكلم انت حضرتك من الموصل صح؟ اي طبعا. زين ما تلاقين صعوبات يعني متجين من الجانب الايمن؟ والله احنا نلاقي صعوبات خاصة لان احنا اهل الجانب الايمن، نلاقي صعوبات هواية.
يعني طريق ساعتين على ما نعبر. الجسر طبعا هو ما ازدحام كلش بس لاقى صعوبات شويه بي على ما نعبر الجسر فساعتين يرادنا. يعني ازدحامات تصادفكم؟ يعني الطالب يصادف تقريبا ساعتين من يطلع من البيت لحد ما يجي الجامعة الموصل. اي والله، خاصه احنا الجانب الايمن شويه هوايه معاناه، وعندي معاناه ايضا بكليه الاداره الاقتصاد، يعني مي للشرب ما عندنا خاصة جاي يعني فترة الصيف، فأتمنى منهم يعني إنه يوفروا لنا ثلاجات ماء على الأقل. أكيد يعني جاء فصل الصيف، يعني أكيد هذا الشيء اللي تحتاجون إنه يكون ثلاجات الماء موجودة داخل كلية الإدارة والاقتصاد إن شاء الله. فأتمنى منهم إن شاء الله هذا الشيء. نعم، نرجع على موضوع التدريسين، يعني متجون القسم مالتكم أو المرحلة مالتكم، يعني التدريسين تسهلون معاكم في سبيل يعرفون إنه أنتم متأخرين على المحاضرة مالتكم؟ الحمد لله إحنا يعني يعني قسمنا هواية متعامل معانا. كلش زين، يعني اذا تاخرنا عن المحاضرات خاصه احنا الجانب الايمن عادي يعني دخلونا. اكيد يعني هو هذا الشيء الجميل بالموضوع انه التدريسين متفاهمين مع الطلبه، يعني حتى ان كان اكو صعوبات، ان كان اكو مشاكل، حتى وان كان متاخرين، يعني هذا الشيء انه حلو يعني متفاهمين بيناتهم. هذا الشيء هم كلش متفاهمين معنا الحمد لله يا ربي. في سياق ثاني نتكلم، انت كم اقتراحاتك لجامعه الموصل عامه؟ ايش تقترحين؟ والله نقترح انه هم سيبدون ان شاء الله اعاده الاعمار، وان شاء الله ترجع جامعه الموصل احسن واحسن بهذا الحال، ومن حال الى احسن حال ان شاء الله. بدينا نتعرف حضرتك وقسم تدرسين به حاليا. مرحبا بيكي. فاطمه حسين من محافظه كركوك، قسم كيمياء تربيه بنات مرحله اولى. اهلا وسهلا بيكي. هلا بيكي. بالبدايه تكلمينا شلون تشوفين جامعه الموصل؟ جامعه الموصل طيبه وحلوه، بناسها واهلها واساتذه طبعا، وقسمي ام حلوه وجامعتي انه حبيتها وكوي يعني محافظات يعني. أكيد يعني أنت محافظة كركوك. يعني محافظة كركوك، أول شيء تكلمينا يعني باعتبارك محافظة كركوك، لما جيتي جامعة الموصل ايش استقبلوكي؟ ما حسيتها، أهلي وناسي ماكو فرق بيناتهم. أكيد إنه هذا الشيء الحلو اللي يميز طلاب جامعة الموصل، إنه ما يحسسون باللي جاي من المحافظات إنه هو جاي من محافظة، بالعكس إنه هو يميزون إنه هو موجود بجامعة الموصل. يعني مثل الإخوان. الميزة الحلوة بيها إنه كل الطوائف والمذاهب بيها، وهاي الشغلة الحلوة تمثل العراق. صحيح، يعني كلتم موجودين داخل جامعة الموصل باعتبارهم انهم هيهم اخوة، يعني ماكو فرق بيناتهم. ابد ابد. نعم يعني لله. ذكرتي لي انه انت من كركوك، يعني اقسام داخلية لو تروحين من كركوك وتجين؟ لا اقسام داخلية. والحمد لله اقسام زينة، بس يعني بها نواقص وهذا، وان شاء الله يتعدل. من هاي النواقص يعني اللي مثلا المستشفى الاسعافات ماكو. هذا السوالف. يعني هاي الأشياء اللي ما موجودة البسيطة. الخدمات يعني لا داخل. خدمات الحمد لله زينة كلها متوفرة. نعم يعني هذا الكورس الثاني، يعني توفرت هاي الأشياء. الكورس الأول شلون كانت؟ الكورس الأول الحمد لله كانت حلوة وطيبة، بس يعني مثل ما قلت لك هذا الشيء الوحيد اللي موجود طبعا. نعم إن شاء الله يعني هذا يعني الشيء نطلب الوصير. نطلب مثلا يخلون مثل شيء إسعاف بالأقسام داخل الحالات الطارئة. يعني هذا الشيء يكون على ميزانيتكم، يعني هاي الاشياء الطارئه وهذا الشيء يعني بس ان شاء الله يصير. ان شاء الله يعني هاي كرساله لمدير الاقسام الداخليه، يعني ان شاء الله يكون له رساله لهذا الموضوع، يعني هذا الشيء الوحيد يعني حل المشاكل السابقه. يعني كان اكو مشاكل كثيره تحدث داخل الاقسام الداخليه، بس الحمد لله رغم المناشدات اللي صاغت على هذا الموضوع انحلت بعض المشاكل. ان شاء الله هذا الموضوع لا الحمد لله النص جاي يتقدم ويصب النصر الحمد لله يا رب. نتكلم على البنايه الكلية مالتكم، البناية إن شاء الله يتعمل لأن بها نقصات هواية من حيث العمر. العمر مصاعد ودرج وتعب، يعني هذا الشيء الوحيد اللي الوحيد إن شاء الله يتعمل. يعني هذا الأشياء ما شوية تأثر على نفسيتكم أنت كطالبة؟ يعني ما تأثر على نفسيتك؟ لا لا لا. نعم لا. أهم شيء أنه حتى دائما مطلعين من هذا الشيء، ما مخلينا بكآبة وهذا، لا الحمد لله زين. أنا أستاذ أكرم، أستاذ داود رئيسة القسم. يعني رغم المشاكل اللي عتصير داخل البناية أنتم متحمسين أن تخلص سنة دراسية بنجاح وتفوق. يعني ما تخلون هذا الشيء يخليكم أثر قدامكم أنه هذا الشيء راح يخليكم تتوقفون عن النجاح. لا أبد أبد أبد، إحنا الهدف الجايين عليه نسوي هذا حتى وإن كانت أكو صعوبات إن شاء الله طبعاً. يا رب أنت كم اقتراحات كل جامعة الموصل إيش تقترحين؟ نقترح الإعمار أهم شيء. الإعمار الإعمار إن شاء الله يا رب ويرجع الموصل القبل مثل القبل وأحسن إن شاء الله.
دكتور قصي الأحمدي، أهلا وسهلا بك ضيف في برنامج عيني عن الجامعة. أهلا وسهلا قناة المسلية مرة ثانية. أهلا وسهلا بك. بالبداية دكتور، تكلمنا آخر الأخبار والمستجدات في جامعة الموصل. نعم، جامعة الموصل جامعة ضخمة كما نذكر دائما، وهي جامعة حية. نعم. وترغب في الانفتاح للمجتمع وتقديم الخدمات. خلال هذا الأسبوع كان لجامعة الموصل نشاطات كثيرة. أقام جامعة الموصل العديد من الندوات والمؤتمرات. كلية الطب البيطري أقامت ندوة عن الأمراض المنقولة في المياه. كلية الآداب أقامت ندوة عن أوضاع المهجرين. كلية الزراعة والغابات أقامت ندوة علمية أيضا، وكلية العلوم الأساسية. فكان هناك العديد من النشاطات والندوات في جامعة الموصل. إضافة لذلك اليوم كان لدينا نهائي بطولة جامعة الموصل في كرة قدم الصالات، وهي من البطولات الجيدة. أحد الطاقات التي نهدف إلى استغلالها وتوجيهها بشكل سليم هي الطاقات الشبابية الهائلة اللي موجودة في جامعة الموصل. أحد الوسائل في امتصاص هذه الطاقات وتوجيهها بالشكل الذي يخدم المجتمع ويخدم المدينة ويخدم البلد هي النشاطات الرياضية. نعم. ولهذا تحرص جامعة الموصل على إقامة هذه النشاطات وتعزيزها وتشجيعها. نعم. حضرت اليوم البطولة النهائية، وكنت قد حضرت الأسبوع الماضي الافتتاح. اليوم تأهل منتخب جامعة الموصل مقابل منتخب كلية النور، والحمد لله فاز منتخب جامعة الموصل كما هو متوقع، فهي جامعة الموصل. ونحن نهدف من خلال هذه النشاطات والنشاطات الفنون، وأطلقنا مسابقة للفنون الإبداعية لامتصاص طاقة الشباب وتوجيهها بما يخدم البلد والمجتمع. نعم دكتور، لو نتحدث قليلا عن الأجور اليومية للعقود، ما هي الإجراءات اللي اخذتموها بحقها؟ نعم، صدر قرار من مجلس الوزراء بزيادة مبلغ الأجور، أجور العقود الوزارية، كون هذا التمويل يأتي من مباشرة من بغداد. وقد قامت الجامعة بترتيب الأمر وإصدار الأوامر الجامعية اللازمة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 16,000 في اليوم، وبمعدل 22 يوم في الأسبوع، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. أما الموضوع الثاني اللي هو موضوع العقود صندوق أو الأجور اليومية، فكان هناك توجيه من مجلس الوزراء بجعلهم عقود وزارية، وهناك الآن لجنة من مجلس الوزراء مع وزارة المالية لتكييف الوضع القانوني والمادي لتحويل هؤلاء العقود من عقود صندوق أو عقود أجور يومية إلى عقود وزارية، وبالتالي شمولهم بقرارات زيادة الأجور. نعم، لو نتحدث في سياق ثاني عن حملة التهجير في جامعة الموصل، شو كان تعاون الطلبة مع هذه الحملة؟ نعم، أحد النشاطات الهامة فيما يخص جامعة الموصل والمهمة جدا لي أنا شخصيا، نعم، هو موضوع التهجير. أنا أطلقت حملة شجرة لكل طالب. في جامعة الموصل هناك 44,623 طالب. لو زرع كل طالب شجرة لكان لدينا عشرات الألوف من الأشجار، وهذا ينعكس بشكل إيجابي جدا على الجامعة بجعلها حديقة جميلة كبيرة، وأيضا ينعكس على المدينة، على مناخ المدينة ككل، يخلصنا من الغبار ويخلصنا من التلوث الهوائي اللي موجود. ولهذا أنا أطمح كاختصاص، أنا تخصصي هندسة البيئة، أطمح إلى زراعة الأشجار في جامعة الموصل وتشجيع هذه الحملة بحيث تصبح جامعة الموصل غابة جميلة داخل مدينة الموصل. تؤثر الجامعة ليس فقط على أخلاق وعادات المجتمع من حيث نشر الأفكار الجميلة وأفكار الرقي ونبذ التطرف ونبذ الفوضى، ولكن أيضا الجامعة تؤثر على المجتمع من خلال تحسين مناخ المدينة ككل. نعم، الطلبة شو يستقبلوا هذه الحملة؟ الطلبة عموما متفاعلين جدا. نعم، الطلبة في جامعة الموصل الآن شعلة من النشاط والحمد لله، يعني ينتظرون مبادرات للانطلاق فيها. والحمد لله والشكر الآن عندنا مبادرات طلابية لتنظيف الجامعة، مبادرات طلابية لزراعة الأشجار، مبادرات طلابية في مختلف النشاطات في توعية. فالطلبة الآن في جامعة الموصل متفاعلين جدا مع رئاسة الجامعة، وهناك جو من الإيجابية المنتشرة في الجامعة،
وهذا مفيد جداً أكيد. لنا كجامعة أن نستغل هذه الطاقات بما يخدم المدينة ويخدم المجتمع وإيصال رسالة للطالب أنه هو شخص مهم جداً لرئاسة الجامعة. أنا فيما يخصني أعتبر الطالب هو الهدف الأسمى للجامعة. هناك مصانع تصنع منتجات، تصنع حاسبات، تصنع هواتف، أنا أصنع قادة. أنا في جامعة الموصل أصنع قادة. الطالب ممكن يكون قائد، ممكن يكون وزير، ممكن يكون قائد عسكري، ممكن يكون مختلف التخصصات. فإذا الطالب لدي فد شيء مهم جدا، وأنا أحرص على توجيه هذا الطالب بالشكل الذي يخدم المجتمع ويخدم الدولة إن شاء الله. نعم دكتور، رسالة أخيرة تقدمها من خلال قناة الموصلية. قناتكم قناة جميلة، ركزوا على نشاطات الجامعة وتعاونوا معنا، انشروا ثقافة التعايش السلمي الموجودة في المجتمع، تحركوا، اعملوا لقاءات مع الطلبة، شوفوا كيفية الحياة داخل الجامعة. نريد أن نوصل رسالة أنه جامعة الموصل اليوم مدينة جميلة داخل مدينة الموصل. أكيد هذا واجبنا يعني. نعم، مدينة أرغب أن تكون موازية لمدن العالم المتقدم في أمريكا أو أستراليا أو إنجلترا. هذا ما أرغب فيه في جامعة الموصل، وأعمل بشكل كبير على تحقيقه، وإن شاء الله بتعاون الطلبة وتعاون التدريسيين والموظفين وتعاون وسائل الإعلام نقدر نصل لهذه المرحلة، أنه نجعل جامعة الموصل مدينة متميزة راقية داخل مدينة الموصل. أكيد إن شاء الله. دكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا قاعة الموصلية. إذا ما لم تكن الجامعة هي القائد فلا نأمل في هذا المكان النهوض والنجاح. تحياتي واحترامي إلى الأستاذ الدكتور قصي توفيق الأحمدي الذي عمل على دعم هذه الندوة، ومتفائل خيرا بأننا سوف نرى ثمار هذه الندوة في الوقت القريب، لأنه لا زال هناك آلاف النازحين وآلاف المشردين ينتظرون من هذه القيادات ومن هذه الكفاءات ومن هذه الأوجه الخيرة أن نعمر محافظتنا، وما يجيبوننا ناس يسرقون منا معلومات وبالتالي يوردونها بشكل خاطئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساعي جامعة الموصل لتقديم الخدمة للمجتمع هو إقامة الندوات. هذه الندوة تتميز عن باقي الندوات بعنوانها المثير، وهو مد أواصر التواصل ما بين جامعة الموصل والحكومة المحلية. طبعا هذا الموضوع كان مفقود منذ زمن طويل، حاليا نحن نعمل على تفعيل هذا الأمر وجعل الجامعة جزء رئيسي من الحكومة المحلية، تقدم الخدمات وتقدم الاستشارات في كافة المجالات المالية والإدارية والقانونية والهندسية وفي كافة الاتجاهات، بحيث تبقى الجامعة في موقع الصدارة وفي موقع تقديم الخدمة الصحيحة إلى المجتمع. جامعة الموصل بما تمتلكه من إمكانيات لديها القدرة على تقديم النصيحة الصحيحة والخدمة الصحيحة، وبالتالي جامعة الموصل مهمة جداً، ونحن نسعى لأن تعمل جامعة الموصل على الشعاع إلى المدينة، نشر شعاع للمدينة، شعاع المعرفة وشعاع القيم الطيبة والقيم الصحيحة، وتكون جزءا رئيسيا من حركة تغيير المجتمع. عقدة اليوم الندوة الحوارية الموسومة مد الجسور بين جامعة الموصل والحكومة المحلية في محافظة نينوى، وهي كجزء من مقترح تقدم به مركز نينوى للاستشارات والبحوث بالتعليم
بالتعاون والتنسيق مع كلية الإدارة والاقتصاد قسم الإدارة الصناعية، حيث تناولت هذه الندوة الحوارية عدة محاور. المحور الأول هو تحقيق التكامل والتشارك والتنسيق ما بين جامعة الموصل والحكومة المحلية في محافظة نينوى، والمساهمة في وضع خطط التنمية وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات وتحسين مستوى الأداء المؤسساتي ودعم مسارات التعايش السلمي والمجتمعي وتحقيق ودعم الاستقرار. نأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات لغرض تحقيق التكامل المجتمعي ما بين جامعة الموصل والحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة نينوى. داخل جامعة الموصل وشاهدنا فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج عين على الجامعة، تكون قد انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج عين على الجامعة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.